أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه، فقلنا: لما صنعت هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه حديث عهد بربه تعالى. والمطر غيث، غيث، سبحان الله. يقول ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد بمعنى، قال: كلمة الغيث، مجرد هذه الكلمة يسترد لها السمع، لأنها من الغوث والنجاة والخير، فيقول: تسترد بذكره الأسماع وتبتهج القلوب بوروده، وهو أطيب المياه وألطفها وأرقها، ولا سيما إذا كانت القول قوله، ولا سيما إذا كانت من سحاب الراعد وفي مستنقعات الجبال، وذلك يكون أطيب، لأن هذا الماء لم يمسه شيء من هذه الأرض. ولذلك يقول: إذا بقي فترة سارع الفساد إليه، لأنه ماء لطيف رقيق. ولذلك قال: اختلفوا ما هو الأفضل، أهو الغيث الشتوي أو الغيث الربيعي؟ قال بعضهم: الغيث الشتوي. لما؟ لأن الحرارة قليلة، فتجتذب حرارة الشمس ألطف مياه البحار، لأن المطر كما هو معلوم في الكتب من أن طريقته من أنه الشمس تبخر الماء فيصعد إلى ما إلى ذلك، لكن يجب أن يقول بأمر الله ومشيئة الله، لأن الله سماه ناشئة، يعني هو منشؤ، يعني مخلوق من شيء، وينشئ السحاب الثقال. لكن لابد أن نبين أن هذه الطريقة إنما هي حاصلة بأمر الله عز وجل. فيقول: تجتذب حرارة الشمس لضعفها في الشتاء ألطف ما يكون من المياه، ويكون الجو صافية، وحينئذ لا يختلط هذا الماء، لكون الجو صافيا لا يختلط هذا الماء بشيء من جرائم الأرض من الأبخرة ومن الغبار، فيكون لطيفا. قال: وبعضهم يقول إن الأفضل الغيث الربيعي، لأن الحرارة تكون أقوى، وبذلك هذه الحرارة تحلل الأجرام التي في هذا الماء، وتحلل الأبخرة، وذلك لأنه يصادف هذا الغيث الربيعي وقت نبات الأشجار والزروع وطيب الهواء.